بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي علم رياضيات لغات، النهاردة موعدنا مع ريفيجن مع الاستاتيك، وإن شاء الله هنتكلم النهاردة على بعض الإكزامبلز. نخلي بالنا وبنبدأ إكزامبل 1. زي ما احنا شايفين الفيجر بيقول لي إن ذا أوبزيت فيجر A body of weight 45 kilogram weight is placed on a rough horizontal plane. The coefficient of static friction between the body and the plane is root 3 over 3. If the body is about to move, then LP plus R dash. طبعا هو موضح لي ان البي هي التنشن فورس، وان الار داش زي ما احنا شايفين هو ريزلتنت رياكشن، وعاوز الصم بتاع الفورس اند ذا ريزلتنت رياكشن. وتعالى نشوف هنعمل ايه عشان نجيب الريليشن دي. مديني اختيارات 45 روت 3، 30 روت 3، ولا 15 روت 3. احنا هنا قلنا ان طالما البادي اباوت تو موف يبقى البي ايكوال ميو اس ار. تمام، البي اذا انا عندي الميو روت 3 اوفر 3، والار بتساوي الويت يبقى ملتبلاي 45، يبقى اذا البي اللي هو تنشن فورس 15 روت 3 كيلو جرام ويت. طب نيجي بقى على الار داش اللي هو ريزلتنت رياكشن. كلنا عارفين الريزلتنت رياكشن له اكتر من فورم بحسبها بيها. احد الفورمز ان انا بجيب ار سكوير روت 1 بلس ميو سكوير، وان القانون طبعا عارفين جاي منين، ان هو ده من الريزلتنت اوف ذا ايه نورمال رياكشن اند ذا ليميتنج فريكشن فورس. خلي بالك ان ساعات ممكن يسالني مين هو الار داش، وبعدين مش هيسميه في الامتحان ار داش، هيقول لي مين هو الريزلتنت رياكشن. كمان حتى من اسمه هو ريزلتنت فورس بتوين ذا نورمال رياكشن فورس اند ذا ليميت فريكشن فورس. معنى ذلك الار داش لن يكون بهذا الرول الا لو كان الفريكشن ليميتنج فريكشن، يعني البادي اباوت تو موف. نرجع تاني نقول ار داش ايكوال الار 45 سكوير روت 1 بلس ميو سكوير 1 اوفر 3. طبعا كالكوليت الكلام ده يديني 30 روت 3 كيلو جرام ويت. طيب انا عاوز بقى بي بلس ار داش. البي احنا حسبناه 15 روت 3 والار داش حسبناه 30 روت 3، يبقى السمشن بتاعهم 45 روت 3. هيبقى الانسر بتاعنا لتر بي. وكده سؤال بسيط ولكن بيعتمد على انت فاهم ازاي تجيب الايه الار داش، وايه هو البي، ازاي تتعامل مع الاستاتيك فريكشن في هذا الايه المثال. برضو على الفريكشن another example بيقول لي in the opposite figure a body of weight 10 kilogram weight is placed on a rough inclined plane. المرة دي rough inclined plane. طيب inclined to the horizontal at an angle of measure 30، يبقى ال angle of inclination 30 degree. تمام، and the body is about to slide. Then the force parallel to the plane and make the body about to move up the plane equal kilogram weight. 5 ولا 10 ولا 15 ولا 20. عاوزين نقف وقفة هنا يا سنة تالتة في الاكزامبل ده. أنا قبل ما بيقول لي هات الفورس قال لي إيه؟ قال لي عبارة لازم أكون واخد بالي منها كويس جدا. At the body about to slide، قبل ما تأثر عليه أي فورس كان هو about to slide. معنى ذلك البادي ده هيبقى about to slide under the action of its own weight. وده معناه طبعا الناس فاكرة اهوت كويس تمام، إن الـ angle of friction equal الـ angle of inclination to the horizontal، يعني اللمبة هتساوي 30، واحنا عارفين ان الميو اس بيساوي تان لمبة.
يعني هيبقى تان 30 يعني روت 3 اوفر 3 او 1 اوفر روت 3. يبقى تاني قبل ما افكر اجيب البي، هو قال لي البادي اباوت تو سلايد قبل ما يجيب سيره الفورس اللي بتاثر على البادي. على طول بستنتج ان الانجل اوف انكلينيشن اللي هي 30 بتساوي الانجل اوف فريكشن، واحنا عارفين الميو اس بيساوي تان الانجل اوف فريكشن. وبالتالي بعد كده هو عاوز بقى الفورس بي اللي هي اكت اون الابادي بارلل تو ذا بلين تو ميك ذا بادي اباوت تو موف اب. يبقى الموضوع هيتغير. اذا هنا the body about to slide under the action of its weight، يبقى اللمبة equal theta equal 30، يبقى الميو equal tan 30 root 3 على 3. طيب خلاص كده ال body about to move up under the action of a force B، يبقى الميو R مع مين؟ مع tan sin 30. هنحسب الأول ال R، ال R equal tan cosine 30 تمام. الويت اللي هو W 10 ملتبلاي روت 3 على 3 يبقى 5 روت 3 على 2 5 روت 3. بعد كده هقول ايه؟ ان ال B ايكوال الميو R بلس 10 ساين 30. يعني اذا ال B ايكوال W ساين 30 زائد الميو R. ال W 10 ملتبلاي ساين 30 بهاف بلس الميو في الار، الار احنا حسبناها في الخطوه اللي فاتت 5 روت 3 ملتبلاي الميو اللي هو روت 3 على 3، الناتج كله هيطلع 10. اذا الفورس اللي هي اباوت تو ميك ذا بادي موف اب كام؟ هتبقى 10 كيلو جرام ويت. الاجابه للترجمه. Another example كده هنتكلم عن المومنت. بيقول لي if the force F equal ni plus mg minus 2k، إذا دي force in 3D act at a point A whose position vector with the origin point is r equal 3 1 1. خلي بالك ده position بتاع ال A بالنسبة لل origin point يعني OE يعني. And the two components of the moment of F about X axis and Y axis are negative 1 و negative 8. يعني ايه؟ يعني the moment of this force about X axis ب negative 1. وقال لي respectively يعني بداية ال X ب negative 1 وال Y ب negative 8، وبعدين المطلوب اجيب N plus M ومديني اختيارات negative 14 نيجاتيف 1 نيجاتيف 15 ولا 14. طيب هنرجع تاني نقول انا عندي مومنت بتاع فورس وعندي ار. فاكرين المومنت ان 3 دي بنستخدم الديترمنت. تمام، لما بنستخدم الديترمنت اذا هنا هقول المومنت ايكوال ار كروس اف. تمام، يبقى الاي جي كي اليونت فيكتور بتاعنا، وبعدين الار اللي هو 3 1 1 اللي هو البوزيشن بتاع البوينت A، وبعدين الاف اللي هو مديها لي ان وام ونيجاتيف 2. طب انا هشتغل عادي، طبعا كلنا عارفين هنضرب هيبقى الكلام ده بيساوي نيجاتيف اي ماينس 8 جي بلس 3 ام ماينس ان كي. طيب قال لي ايه؟ قال لي ان ده لما اجيب الاي يا سنه ثالثه هتبقى نيجاتيف 2 ماينس ام في الاي ماينس نيجاتيف 6 ماينس ان في الجي. خلي بالك انا هساويها بايه بقى؟ بنيجاتيف 1 ماينس 8 جي، لان هو قال لي ايه؟ اباوت اكس اكس واي اكس نيجاتيف 1 ونيجاتيف 8. اذا هساوي الاكس بالاكس او الاي كومبوننت بتاع الاي مع كومبوننت بتاع الاي، يبقى نيجاتيف 2 ماينس ام ايكوال نيجاتيف 1، يعني ام ايكوال نيجاتيف 1.
والجي نيجاتيف 6 ماينس ان ايكوال نيجاتيف 8، يبقى الان ايكوال كام؟ نيجاتيف 14. طيب انا جبت كده الان بنيجاتيف 14 والام بنيجاتيف 1، عاوز مجموعهم ان بلس ام يبقى نيجاتيف 15، هتبقى الانسر ليتر ايه؟ ليتر سي. تمام. كمان مسألة على المومنت بيقول لي in the opposite figure AMV is a root of negligible weight. احنا شايفين ال AMB ماشي؟ طيب ده negligible weight يعني ملوش weight. If the algebraic sum of moment of these forces vanished about ال M يعني المومنت حوالين ال M كلها بزيرو، يبقى ال F بكام؟ في فورس، انا عندي هنا الفورس اللي احنا شايفينها في اف كيلو جرام ويت هوريزونتال هي 30 روت 2 كيلو جرام ويت عامله 45 مع الهوريزونتال، 120 كيلو جرام ويت عند السي، وفي 10 كيلو جرام ويت عند الاي، البوينت الاخيره دي طبعا ايه، وانا عاوز الاي كان لي المومنت اباوت البوينت ام فانش. فانش يعني المومنت حوالين الام بزيرو. طيب انا بقول ايه دلوقتي؟ باي ريسولفنج الفورس 30 روت 2 انتو 2 كوم 1. الفورس اللي كانت مايله 45 عملنا لها ريزوليوشن، ه 30 روت 2 كوزاين 45 في الهوريزونتال و 30 روت 2 ساين 45 في الفيرتيكال، اصبحت الفورسز عندي كلها فيرتيكال وهوريزونتال، اقدر اعمل ايه؟ اعمل المومنت حوالين الام، هو قال لي المومنت حوالين الام بكام؟ بزيرو. طيب تعالى نحسب المومنت حوالين الام. المومنت حوالين الام الفورس 10 بالروتيشن بتاعها كلوك وايز يعني نيجاتيف، والارم بتاعها 50 يبقى نيجاتيف 10 مالتبلاي 50. بالنسبه للفورس 120 الروتيشن بتاعها بوزيتيف والارم بتاعها 25 يبقى 120 مالتبلاي 25. بالنسبه للفورس نيجاتيف 30 روت 2 45 كوزاين 45 اللي هو 1 على روت 2 دي بتلف ايه؟ برضه كلوك وايز يعني نيجاتيف والارم بتاعها 50. يبقى اذا هتبقى نيجاتيف 30 روت 2 في 1 على روت 2 اللي هو كوزاين 45 في ال 50. كذلك الاف برضه الروتيشن بتاعها نيجاتيف والارم بتاعها 50 يبقى ماينس اف 50. امال فين يا مستر 30 روت 2 ساين 45؟ لا ده واقع على الام، الام واقع على اللاين بتاعها، يبقى المومنت بتاعتها بكام؟ بزيرو، ما بنكتبهاش. لما احل العلاقات ديت طبعا انا هودي الاف مالتبلاي 50 مر بره هتبقى 50 اف، والناتج بتاع الايه؟ ال 3 ترمز دول 1000، اذا الاف هتبقى 1000 اوفر 50 هتبقى 20، هتبقى الاجابه ليتر سي. طيب هنتكلم عن فيرال فورس. بيقول لي هنا in the opposite figure if all forces are parallel and perpendicular to AB، يعني هو بيقول لي ان الفورسز دي 40 و20 و60 و30 كلها perpendicular على AB، then the point of action of the resultant if the is at a distance كام meter from the point A. خلي بالك انا عاوز الفورسز دي، عاوز اجيب الريزلتنت. احنا اتفقنا يا سنه ثالثه البارلل فورسز يا اما بيبقى في ريزلتنت يا اما بيبقوا ايكوليبريم. ايكوليبريم ليها شروط ان يكون المومنت حوالين اي بوينت بزيرو والريزلتنت بزيرو، انما هو هنا طالب الريزلت يبقى دول مش ايكوليبريم. اختيارات ان انا يكون عندي 7 ولا 5 ولا 6 ولا 5.5، ده بيكلمني على ايه؟ الديستانت فروم ذا اكشن اوف ذا ريزلتنت من البوينت A. طب تمام، انا دلوقتي عاوز احدد يا سنه ثالثه الريزلتنت دي ابوردز ولا داونوردز. طبعا كل الناس فاهمه اللي انا بقوله ان الريزلتنت مع الايه؟ الفورس الاكبر. فانا عندي الفيرتيكال داون 30 بلس 60 بلس 40 هيبقوا 130، والفيرتيكال اب 20 طبعا يبقى ريزلتنت ايه؟ داون ووردز. البوينت اللي باكت فيها انا مش عارفها،
فبضطر اعمل ايه؟ احط الار في اي نقطه عند الام زي ما احنا شايفين. اتفقنا ان الار بتساوي هعمل ايه؟ 30 بلس 60 بلس 40 اللي هو 130 ماينس 20 هيبقى 110. طب احنا خدنا مبدأ بيقول لي ان طالما في resultant يبقى sum of moment of the forces about any point equal the moment of the resultant about the same point. تمام؟ ده مبدأ مهم جدا جدا لما يكون عندي forces و resultant، لان resultant دي هي single force stand for the forces يعني هي اللي بتحل محل الفورسز. اذا تعمل نفس اللي بتعمله الفورس، يعني ايه؟ يعني المومنت بتاع الفورسز هي نفس المومنت بتاع الريزلتنت. فانا بقول بعد ما جبت الماجنتيود بتاع الريزلتنت 110 وده مش مطلوب عندي، ولكن انا مطلوب في الحل. Let R acts at the point M belong to AB where R acts perpendicular downwards. عرفنا ليه هي acts acts downwards؟ لان طبعا الفورس الاكبر بتاكت فين؟ بتاكت downwards. The sum of moment of the forces about A equals the moment of the resultant about A. ده المبدا اللي احنا قلناه، ان المومنت about point the forces بتساوي المومنت about نفس البوينت حوالين A، نفس البوينت للريزلت. انا اخترت ال A كده كده هو عاوز ايه؟ الديستانس بين الريزلتنت وال A. تمام؟ تمام. يبقى اذا هنا هعمل ال R هتلف ازاي؟ ال R هتلف نيجاتيف لل A عشان كلوك وايز، يبقى نيجاتيف 110 في ال A M اللي انا عاوزه. بيساوي نمسك بقى كل فورس في كده بالترتيب 30 في نيجاتيف 2 وبعدين 60 في نيجاتيف 5 وبعدين 40 اجمع ده كله اللي هو 2 بلس 3 بلس 2 بلس 4 اللي هي 11 بلس 20 اللي فوق ملتبلاي كام؟ 2 بلس 3 بلس 2 يعني 7. يبقى نيجاتيف 110 اي ام بتساوي نيجاتيف 660. اذا الاي ام هتبقى كام؟ 6 متر. اذا الفورس الريزلتنت فورس اكت ات ا بوينت ام ديستانت 6 سنتيمتر فروم ايه؟ فروم 6 متر فروم الايه؟ يبقى الاجابه هتبقى لتر سي. طيب نيجي سؤال على القبل، بيقول لي هنا if F1 equals 3 ونيجاتيف 1 acts at the point A 1 و 2 و F2 acts at the point B نيجاتيف 1 و 1 and the two forces form a couple then the algebraic moment of the couple equal moment unit. طبعا هو مديني F1 ومش مديني F2، انا مش عاوزها لان مبدا القبل بيقول لي ايه؟ كفايه فورس واحده في الايه؟ البربنديكولار ديستانت، ولو كانوا فيكتور فورس يبقى المومنت بتاع القابل كويس فاكرين الناس بتساوي المومنت اوف وان فورس اباوت بوينت اون ذا لاين اوف اكشن اوف ذا اذر فورس. اذا انا مش محتاج اف 2، ولو كان انا ممكن اجيبها لان طبعا دول قابل يبقى ايكوال للماجنتيود اوف ذا دايركشن. تمام؟ يبقى نيجاتيف 3 و 1. طيب الفورسز فورم اكابل، اتفقنا المومنت اوف ذا كابل ايكوال ذا مومنت اوف وان اوف ذا تو فورسز، عشان كده بقول مش لازم يكون معايا الثانيه. اباوت ا بوينت لاي اون ذا لاين اوف اكشن اوف ذا اذر فورس. طب ما انا عندي البوينت اللي هي البي اللي هو على لاين اوف اكشن اوف اف 2، يبقى هجيب الار اللي هو بي اي اللي هي الفيكتور بي اي بيساوي اي ماينس بي. لما اعمل A ماينس B هيبقى 2 1. ببساطة جدا المومنت بيساوي R كروس F. ال R اللي هو 2 1 اللي أنا جايبه ملتبلاي كروس يعني 3 ونيجاتيف 1. كلنا فاكرين طبعا 2 ملتبلاي نيجاتيف 1 بنيجاتيف 2 ماينس 3 يبقى نيجاتيف 5 K.
يبقى الإجابة لتر سي. ده سؤال عن المومنت عن الكابل. ونشوف another example على الكابل برضو. بيقول لي هنا A B C D is a rectangle in which A B equal 12 سنتيمتر وال B C equal 8 سنتيمتر. H is the midpoint of A B. الفورسز 33 24 و30 و20 و25 نيوتن in the direction BA, AD, DH, CB, HC respectively. Prove that the system of these forces equivalent to a cable and define the norm of its movement. يبقى ده سؤال عاوز اثبت ان الفورسز فورم a cable. طيب نشوف ادي الريكتانجل بتاعنا A, B, C, D ريكتانجل وعملنا توزيع للفورس زي ما هو قال. قال لي ايه بقى؟ انا عندي الفورس 33 اللي بتاكت فين؟ في البي اي. ديفايد ات انتو تو فورسز 15 و 18 في نفس الدايركشن. يبقى في البي اي عملنا تو فورسز 15 في البي اتش و 18 في الاتش اي. انت بتعمل كده ليه؟ عشان اقول لك انا لاحظت ان الفورسز في الترينجل اي بي اتش سايكل جراوند والفورسز في التريانجل اتش بي سي سايكل جراوند. طيب فقسمنا ال 33 على اساس ايه؟ على اساس الايه؟ السكيل. لما عملنا 24 ديفايدد 8 طلعت 3 وانا عندي الاي اتش ب 6 يبقى انا محتاج فورس 18. خلاص يبقى اذا عشان كده قسمنا 18 و 15. برضه ال 15 مع ال بي اتش 15 اوفر 6 هتبقى 2.5 بنفس الريشيو بتاعت ايه؟ البي سي اللي هو 20 على 8 برضه 2.5 زي ما احنا هنشوف كده. يبقى اذا هنا انا وزعت الفورسز عملت لهم الاثنين تو كابلز واحد في الترانجل اي بي اتش عشان ان وان سايكل كراون. يبقى زي ما هقول كده ان تريانجل اتش اي دي نمسك الاول اتش اي دي اللي هو في فورسز 18 و 24 والاتش دي و 30 يعني. طيب طبعا هنا قال لي ذا فورسز ان وان سايكل كراوند. طب انا عندي الاي اتش ب 6. خلي بالك الحاجات ده بديهيه. يعني ايه بديهيه؟ يعني كل الناس بتقدر تجيبها بمجرد النظر. اما اقول لك اي اتش 6 والاي دي 8 على طول اي حد بيقول لي ان الاتش دي 10. لما اعمل الفورسز على السايد فانا عندي 18 ديفايدد 6 ب 3 و 24 ديفايدد 8 ب 3 و 30 ديفايدد 10 ب 3. اذا السكيل ب 3. اذا هنا في شرطين اتحققوا في الفورسز اللي في الترانجل اي اتش دي. النوم ان 1 سايكليك راوند ماشي او سايكليك اوردر زي ما تقول. وتاني حاجه الفورسز بروبورشن مع السايد السكيل ثابت ب 3. اذا الفورسز دي فورم اقابل. كلنا فاكرين لما يكون في بوليجون اي بوليجون يا سنه ثالثه والفورسز فورم اقابل عن طريق السايكليك راوند يبقى المومنت بتاع القابل 2 في الاريا of the triangle multiply the scale. يبقى اذا هنا المومنت بيساوي 2 multiply الاريا بتاع التريانجل هاف بيز باي هايت. خلي بالك ده ريكتانجل يعني الهايت 8 والبيز 6. يبقى هاف multiply 6 multiply 8 multiply the scale هو 3 هتطلع 144 نيوتن سنتيمتر. ده مين؟ ده الكابل الاولاني اللي هو فين؟ اللي هو في الترانجل اي اتش دي. قابل الثاني اللي هو ان ترانجل اتش بي سي برضه انا عندي الاتش سي 10 تمام. لما اقسم 2 10 15 اوفر 6 اللي هو في البي اتش هتديني 2.5. لما اعمل 20 ديفايدد 8 2.5. لما اعمل 25 اوفر 10 2.5. اذا السكيل ثابت اهو 2.5
والفورسز ان وان سايكل كراون، يبقى الفورسز دي فورم اقابل بنفس الطريقه اللي فاتت. المومنت توايس الاريا اوف ذا ترانجل ملتبلاي الام، يبقى 2 في الاريا هاف بيس باي هايت هاف باي 6 باي 8 هو نفس الترانجل ملتبلاي السكيل 2.5 هتبقى 120. السيستم از ان ايكويفالنت اقابل. طيب خلي بالك يا مستر انت ما ذكرتش الاشارات. لا الاشارات باينه. القابل الاولاني بيلف انتي كلوك وايز يعني بوزيتيف، والقابل الثاني برضو انتي كلوك وايز يعني بوزيتيف، يبقى اذا مجموعهم الجبريكلي 144 بلس 120 يبقى 264. واحد هيسالني يا مستر طب لو واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف عادي، اجمع كل واحد بالساين بتاعته عشان انا عاوز الريزلتنت. تمام؟ يبقى ده كده سؤال على القابل وبسيط واتحل بطريقه طبعا يعني بسيطه، ولكن هناك حلول اخرى خلي بالك. يعني ممكن ناس تفكر في حلول ثانيه ان انا اعمل ريزوليوشن للفورس واعمل بطريقه ثانيه. احنا عندنا في اربع حالات يخلوا الفورسز يعملوا قابل كلنا فاكرينهم وعارفينهم ماشي، اللي هو ان يكون each two forces فورما قابل عشان equal in magnitude opposite in direction. ممكن احل السؤال ده بالقاعده دي لما اعمل resolution للفورسز 30 و25 في الايه الفيرتيكال والهوريزونتال يعني في السي دي والاي بي والاي دي والبي سي. طيب ممكن حد يقول لي طيب انا هجيب الريزلتنت يا مستر، الريزلتنت اوف ذا فورسز بتطلع بكام؟ بتطلع بزيرو، ولكن المومنت نوت ايكوال زيرو. يبقى هجيب الريزلتنت بتاع الفورسز اثبت انها زيرو، واجيب المومنت حوالين اني بوينت يبقى نوت ايكوال زيرو، وهيبقى الفاليو بتاعتها هو المومنت بتاع القابل. واحد ثالث هيقول لي انا هعمل حاجه مختلفه، هجيب الريزلتنت برضو هجيب المومنت حوالين 3 نون كولينير بوينت يطلعوا نوت ايكوال زيرو، والفاليو هيبقى هو المومنت بتاع القابل. كل ده صح طبعا. يبقى الحلول الثانيه كل الحلول صح طالما هتؤدي الى نفس الايه الناتج. وده طبعا الميزه عندنا في الماس ان كل الحلول المتاحه الصحيحه بتؤدي الى نفس النتيجه وبالتالي ايه بتبقى مقبوله. طيب نشوف اكزامبل تاني على الجنرال ايكوليبريم. بيقول لي في الاوبزيت فيجر ريبريزنت ا يونيفورم رود اذ ايكوليب او ان ايكوليبريم بوزيشن زين ذا دايركشن اوف ذا كومبوننت اوف ذا رياكشن اوف ذا هنج ات بي. يعني هو عاوز يقول لي ان الرود ده مربوط بهنج في الوول عند البي، وبعدين ايكوليبرام هوريزنتلي عن طريق تنشن. كل ده احنا فاكرينه وشايفينه، ونقدر الناس بتاع سنه ثالثة رياضه تقدر تقرا الجراف وتطلع الداتا من عند الجراف. يعني انا المساله ما بتبقاش بالنسبه لي مجهوله، شايف تنشن يبقى عرفت على طول ان الرود ده ايكوليبرام by the tension، والتنشن ده one of its ends at the end A من الرود والاذر end at a point in a vertical wall. كل ده بيبقى مفهوم بالنسبة للرجالة بتوع سنة تالتة. هو عاوز يقول لي بقى الرياكشن عند البي لو لما اعمل له ريزوليوشن هيروح في انهي اتجاه من الاتجاهات دي. طبعا الكلام ده ما بيبقاش هباء، لازم بيبقى له رولز. قال لي when we resolve the tension T there horizontal force في cosine theta in the direction of BA and vertical component T sin theta perpendicular على AB. طيب الرياكشن عند البي لابد ان هو هيبقى ايه؟ لابد ان هو هيبقى طبعا انا هرجع لها تاني، التنشن ده هيتعمل ريزولوشن فيرتيكال اب وهوريزونتال في اتجاه الاي بي، يبقى لازم في فورس عند البي تبقى عكس الفورس اللي عند الاي بي، عشان كده لازم الايه الاكس لازم يبقى هوريزونتال كده. طيب وعشان الرود مرفوع لفوق بتنشن يبقى لازم الرياكشن في الجزء ده مش داون ووردز،
عشان كده قلنا الإجابة هتبقى letter A، ده أصح إجابة أو الإجابة الوحيدة الصحيحة يعني. تمام، نشوف another example. بيقول لي هنا two forces F1 F2 in the same direction والبوينت of action of the resultant بتبقى عند مين؟ لما يكون عندي الفورسز in the same direction طبعا الريزلتنت بتبقى ايه؟ بتبقى in the same direction، واقدر اجيب البوينت عن طريق البوينت اوف ديفيجن، لان الريزلتنت بتقسم الاي سي الاي الاي بي اد ذا ريشيو كام؟ 2 ريشيو 1، لان الفورس ده هتبقى دبل الفورس ده، وبنجيبها عن طريق قانون الديفيجن زي ما احنا شايفين. وبالتالي طبعا احنا بنفرض ام2 على ام1 عشان يطلع القانون مظبوط ام1 اكس1، او تعكس وتقول ام1 اكس2 بلس ام2 اكس1 الاثنين متاح، وبتطلع البوينت اوف اكشن اوف ار اللي هي 0 وكام ونيجاتيف 1. طيب انا عاوزين نتكلم في بعض الامور اللي هي متعلقه بالريفيجن على الاستاتيك كلنا طبعا، بعد ما نبتدي نحل امتحانات ونحل موديلز ونحل اسئله على بنك المعرفه ونحل الاسئله المتاحه في المنصات. كل الامور دهيت بتوصلني الى خبره كويسه في حل مسائل الاستاتيك والماس عموما. فبالتالي احنا عاوزين نجتهد في الفتره اللي جايه في حل قلنا المودلز واسئله بنوك الاسئله والاسئله الموجوده على المنصات المختلفه. ابعد عن الحفظ، مفيش حاجه اسمها الامتحان متوقع او جاي من كذا او احفظ كذا هيجي لك كذا، لا، الامتحان الاتجاه العام اصبح للوزاره ان يكون التركيز على الفهم والمفاهيم، التركيز على التحصيل الكويس للطالب يكون فاهم الماده كويس. عشان كده بنقول المذاكره لازم تكون صحيحه، وطبعا يعني ارجو ان انتوا تعملوا بهذه النصائح، ولا يسعني الا في نهايه الحصه ان شاء الله الا اتوجه بالشكر طبعا لفريق العمل في الاداره العامه للتعليم الالكتروني، واشكر حسن استماعكم الى ان التقي بكم في المره القادمه. الى اللقاء.